هل كان ممكن يحصل تغيير في او تعديل في التشكيله ممكن كانت تحسن الشكل الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرك؟ يعني بص، يعني هو لو كان بدأ بثلاثة في وسط الملعب، ثلاثة ديفندر صحاح، يعني ديانج وحمدي والسولية، والسولية مثلا كان يبقى قدامهم شوية بس يكمل، وحسين وطاهر ومثلا محمد شريف أو بواليا كان أفضل، كان وفر معاه قفشة للشوط الثاني كان افضل، وكهربا للشوط الثاني كان افضل، كان ده هيبقى افضل من ان هو بدا بقفشه، لانه قفشه اجهد ده دفاعيا، يعني كنا بنشوفه جوه ال 18 قفشه، وده مش دوره. انت كل اللعيبه ال 10 لعيبه تحت تحت الكوره كلهم يعني، فطبعا ده اجهد جه لما مسكت الكوره في الشوط الثاني ما لقيتش قفشه، لقيته مجهد مش قادر، انه تعب اجهد دفاعيا، لما جيت تمسك الكوره في الشوط الثاني ما كانش موجود، فاضطر يستبدله بقى مش شايف قدامه، فكان ده كان افضل يعني. كان من ده وجهه نظر، ما اعرفش هو اللي شايف اكتر، هو اللي عارف اللعيبه ايه وكان خطته ايه وكان بنيه على ايه، ان كهربا هو اللي يبقى سترايكر صحيح، افضل في ان انت تعرف تمسك الكوره وتقدر تنقل، لكن زي ما اتفقنا الموضوع برضو في فروق. لكن في هي الجزئيه الاهم في ده كله، يعني سيبك من كل خطط وكل طرق اللعب، لكن الجزئيه الاهم ان هو بعد مباراة الدحيل قال أنا ما عنديش حاجة أخسرها، وأنا ما عنديش ضغوط، الضغوط على بايرن ميونخ، هو اللي عايز يكسبني عشان يوصل للنهائي، أنا ما عنديش ضغوط وهلعب مباراة فاني لكن اللي حصل امبارح إن اللعيبة لم تجهز نفسيا بالشكل الأمثل، بدليل ما حدث في الشوط الأولاني، حالة الرهبة والخوف والتراجع الدفاعي الكبير قوي قدام بايرن ميونخ. طيب تسمح لي أمير بس أبتدي جزئية شحات انا بس قبل جزئيه الشحات وكهرباء، انا عايز بس اقول حاجه مهمه جدا. سنه 2012 الاهلي كان بيلعب كرونسينز في السيمي فاينل، وعمل ماتش كبير جدا جدا، وخسر واحد صفر وبصعوبه، بالظبط وبصعوبه الحقيقه، لان الاهلي بصراحه يعني عمل مباراه كبيره جدا قدام، طبعا ما كناش امام الفرق البرازيليه خالص في كاس العالم، احنا قابلناهم مرتين، قابلنا انترناسيونالي وخسرنا منه، وعملنا ماتش كبير برده وبعد كده بالظبط، وكان طبعا مباراه كرونسينز. الاهلي بعد ما عمل الماتش الكبير ده، الناس بصراحه توقعت ان هيبقى سهل ان هو ياخد البرونزيه، لكن الحقيقه ان هو راح خسر ضد منافس اضعف بكتير اللي هو مونتيري المكسيكي، وبداء سيء جدا 2-0 ورجع من غير الميداليه. احنا دلوقتي بنقول ان الاهلي كان رايح البطوله دي وهو عارف ان هو هيلاعب بايرن ميونخ في السيمي فاينل، وكلنا عارفين ان الاهلي مش هيقدر يكسب بايرن ميونخ، ويعني اقول لك على حاجه، احنا لو برشلونه ده فريق مصري كنا برضو هنروح واحنا متوقعين ان برشلونه هيخسر من بايرن ميونخ. لا يعني هو حاليا بايرن ميونخ دلوقتي طبعا هو الفيفوريت، هو المرشح ضد اي فريق في العالم، مش حتى فريق في قاره، في اوروبا كمان مرشح لدوري الابطال السنه دي برضو. طبعا طبعا هو دلوقتي اقوى فريق في العالم، امكانيات اللاعبين دي طبعا. فانت رايح المفروض ان هدفك ايه؟ هدفك ان انت تظهر بشكل كويس، وهدفك ان انت ترجع بميداليه اللي هي طبعا هتبقى اقرب البرونزيه. البرونزيه بالنسبه للاهلي في المشاركه دي انجاز، ممكن تبقى البايرن ميونخ مش انجاز، لان طبعا بايرن ميونخ لو خسر هو مش فارق معاه خلاص، يعني ما هو بالنسبه له هو رايح فريق علشان يكسب البطوله، في الضيمه البرونزيه مش هتفرق، لكن بالنسبه لينا، بالنسبه لفريق اول مره بيشارك بعد فتره طويله، وبالنسبه لفريق احنا عارفين الفروقات الكبيره، فبالنسبه لنا الميداليه مهمه جدا صحيح. وانجاز نفتخر بيه لفتره أكيد طويله أكيد. فلازم الاهلي دلوقتي خلاص صفحه بايرن ميونخ اتقفلت، اللي حصل في 2012 ده خلاص انتهى. طبعا مباراه المركز الثالث ازدادت صعوبه بخساره بالميراس من تجريس أكيد. المباراة دي محتاجة تركيز، انسى خلاص بقى صفحة بايرن ميونخ، وزي ما قال أستاذ شريف التجهيز النفسي للاعبين لمواجهة بالميراس أحسن بكتير، ونتعلم من إن التجهيز النفسي للاعبين لمواجهة بايرن ميونخ ما كانش على أكمل وجه. هنتكلم في جزئية بالميراس، خليني آخد جزئية